أنا كنت من أوائل اللي قدموا أو شاركت بلجان تحكيم. كان برنامج نجم الخليج على تلفزيون دبي، تابع لدبي للإعلام، ووقتها كان أخذ ضجة على مستوى الخليج، وعرض علي كمان أنه مشاركة بلجنة تحكيم. كنت شوي مترددة لأنه بده تركيز كمان، يعني أنه بدي ضل مسافرة وأترك بناتي وهيك. حالياً إذا كان في فكرة جديدة ليش لا؟ أنا مش ضد، بس الشيء أنه بدل ما تكون كل سنة يكون كل سنتين، تعطي هالمواهب على الأقل فرصة يقدموا شيء، ياخذوا حيز، يقدروا يقدموا أغاني، يقدموا يوصلوا صوتهم للناس، خاصة إذا في مواهب جميلة، لأنه ما بيلحق يخلص السيزن اللي بعده ابتدى، فالناس ما بتلحق تتذكر، تينسوا ويرجعوا يتذكروا شخص تاني.